ماؤنا حياتنا وشو هي المشاريع اللي مخططين لها للمستقبل؟ مياهنا حياتنا تعتبر آخر مبادرة لمؤسسة بي ام جي لخدمة المجتمع. الهدف منها هو عدة أمور. أولا إشراك الطلاب الجامعات في الوطن العربي لتصميم حملة إعلامية لترشيد استهلاك المياه بالوطن العربي، حيث أن يعني من الملاحظ هناك كثير من الحالات التي نعيشها يوميا تؤدي إلى هدر المياه وعدم الحفاظ عليها بطريقة يعني حكيمة وذكية وعقلانية. لذلك المبادرة هذه كمحاولة متواضعة منا نحاول أن يعني نغير طبع استعمال المياه، وستكون هادفة أو التركيز على الأجيال القادمة أكثر من من أي شيء آخر. وطبعا يعني لما أنت تدعي حوالي مئات أو آلاف الطلاب من خلال جامعاتهم للقيام بهذه الحملة، فأنت عم تاخذي عصارة الذكاء الموجود في الوطن العربي لتقديم هذه الحملة. وطبعا الهدف منها أنه تأثر فيك وفيني وبالآلاف الآخرين اللي بيستعملوا المياه، لأنه الآن بتشوفي حملات إعلامية أو إعلانية عن ترشيد الاستهلاك المياه، ولكن ما بتأثر فينا بشكل يعني قوي. فالهدف لعل وعسى أنه إذا صار في منافسة وصار في مسابقة، أنه هذه الحملة ستكون يعني طريقة ابتكارها وتصميمها حيكون له أثر فعال وقوي في عقول الأجيال الجديدة، بحيث أنها تغير من طريقة استعمالها للمياه. شو الدعم اللي عم تلاقوه أو اللي بتكوني من الجهات المختصة بهالموضوع؟ طبعا يعني أهم دعم هو الدعم اللي حيجي من الشركات الراعية لهذه المبادرة. طبعا الجهات المعنية في الدول العربية طبعا من هدفنا أنه نتعاون معها، أو إحنا على فكرة يعني كقطاع خاص دورنا هو دور تكميلي لجهود وزارات المياه بالوطن العربي. لذلك يعني كل واحد بيقدر يسوي اللي بيقدر عليه تقريبا، أو المفروض يسوي اللي بيقدر عليه. لذلك هو يعني دعم معنوي من الجهات الحكومية. نحن عندنا مناسبات حتصير في كذا دولة، منها الرياض، منها لندن، قد تكون دول أخرى، وتواجد المسؤولين ومشاركتهم في إظهار أهمية ترشيد الاستهلاك بالوطن العربي هذا حيكون أكبر دعم بالنسبة لنا. الدعم المادي طبعا حيكون من الشركات الراعية، ولهذا السبب نأمل أن تصل الرسالة إلى عدة شركات إقليمية وشركات دولية، سواء في 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 مجال المياه أو غير مجال المياه، لمشاركتنا في هذه المبادرة. وسنبدأ خلال أسابيع في زيارة هذه الشركات والتعريف بهذه المبادرة. طيب، مثل ما شايفين أنه في خلافات كبيرة أو ممكن تصير حروب دولية مشان الماء، شو مشروعكم بيقدر يساعد أو يقدم لهيك الشيء؟ هو صحيح يعني مثل ما شفنا بالفيلم الوثائقي، الحروب القادمة ستكون قد تكون على 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 استعمال المياه والحصول عليها. ولكن هناك مقولة أخرى تقول إذا عرف أهمية المياه وعرف أنه بدونها لن يبقى هناك حياة، يمكن ستكون دافع للتعايش السلمي بين هذه الدول. لذلك قد تكون، أنا طبعا ما أبغى أدخل في السياسة وأمور يعني سياسية، ولكن بإدارتنا للمياه من كل الأطراف قد يخلق نوع من التعايش السلمي، بحيث أنه هذا المورد الذي على وجوده أو عدم وجوده حيأثر على حياتنا من عدمها،
لذلك يعني قد تكون هذه المبادرة وغيرها دافع للتفاهم والتعايش السلمي الذي يعني إن شاء الله يبعد أي سبب لوقوع حروب بينها. شكرا كثير باسل. شكرا.